اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش جبنه كريميه في الفرن، حاجه تنفع بين الفطار وبين السحور. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. نطلع فاصل ونرجع نشوف الساندويتش. المكونات: جبنه كريميه، جبنه رومي مبشوره، جبنه موتزاريلا، زبده، فلفل الوان مبشور، بقسماط وشرايح جبنه مطبوخه، وبودرة توم. هنجيب الأول جبنة كريمية، نحطها مع شوية من جبنة الرومي، جبنة موتزاريلا، فلفل ألوان مبشور، ورشة بودرة ثوم، نقلبهم مع بعض. نزود بودرة ثوم شوية، بعد كده نجيب بايركس ندهنها زبدة، نحط الجبنة، نزود من فوق شوية جبنة موتزاريلا وشرايح الجبنة، وبقسماط. ندخله الفرن، سيبه شوية يسيح، وبعد كده في الآخر ممكن نزود أو نشغل الشواية شوية من فوق عشان نديله وش، وبعد كده نطلعه ونقدمه في ساندوتش. نطلعها دلوقتي من الفرن، شغلنا الشواية في آخر 5 دقايق بس تديها وش. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش جبنه كريميه في الفرن، ساندوتش حاجه ساقعه. بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير كانتالوب باللوز. المكونات: كانتالوب، لوز ني منقوع، عسل ولبن. نجيب الخلاط، نحط الكانتالوب الاول، اللوز، الميه بتاعته، لبن وعسل. نخلط.
كده العصير بتاعنا جاهز، عصير كانتالوب باللوز، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا.